خلال 10 أيام الماضية شن النظام حملة شرسة من الطيران الحربي على المناطق المدنيين في ريف حماة الشمالي والغربي والشرقي، حيث عمل على استهداف المدنيين كافة بالصواريخ الفراغية والارتجاجية والقنابل العنقودية المحرمة دوليا، حيث ارتكب العديد من المجازر، وكان أهمها مجزرة قلعة المضيق، حيث استهدف سوقا شعبيا مكتظ بالمدنيين، حيث راح ضحيته بما يقارب 10 شهداء و العديد من الجرحى. وانتقالا الى بلدة كفر أمبوده، ايضا استهدف المدنيين بعدة صواريخ فراغية، راح ضحيته شهيد وثلاثة جرحى في بلدة كفر أمبوده. عملت فرق نحن كفرق كدفاع مدني عملنا على استنفار عام لجميع فريق الاسعاف والانقاذ تلبية لنداء المدنيين، وذلك على مدار الساعة، حيث قمنا بانتشال جميع الشهداء ونقل جميع المصابين والجرحى الى المشافي. شهد الريف الحموي كافة نزوحا هائلا بين الأهالي، وذلك بسبب الاستهداف المتكرر والممنهج من قبل المقاتلات الحربية ومن قبل وسقوط العديد من القذائف من الحواجز القريبة على المنطقة. طبعا نوجه رسالتنا إلى المنظمات الإنسانية والمنظمات الدولية بالنظر إلى الريف الحموي كافة وإيقاف شلال الدماء المتواجد بسبب القصف المتكرر والمتمنهج من قبل النظام ومن قبل المقاتلات الحربية. قمنا بتعليق الدوام في مدارس ريف حماة الشمالي والغربي والشرقي بسبب الحملة الشرسة التي يشنها الطيران الحربي والتي يستهدف فيها المدارس الآمنة. استهدف النظام مدرسة في كفر أمبوده ودمرها دمارا كاملا، أخرجها عن الخدمة، واستهدف أيضا مدرسة ثانية في ريف حماة الغربي. لم يكن هناك خسائر بشرية الحمد لله، لكن الخسائر كانت مادية وكبيرة. نحن مستمرون في رسالتنا في تعليم الأطفال، سنستمر في هذه الرسالة حتى لو اضطررنا إلى نقل الطلاب إلى البيوت وإلى الملاجئ. لا يمكننا أن نعيش بدون تعليم.